وينضم إلينا مشاهدينا هاتفيا للحديث أكثر عن هذا الموضوع صلاح مغاوري، مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط. أرحب بك سيد صلاح بداية على شاشة أكسترا نيوز. أهلا وسهلا. يعني إذا لا تزال جماعة الإخوان الإرهابية تواصل أكاذيبها وتواصل بث الشائعات، وآخرها ما تم كشفه صراحة عن اختطاف الفتيات يعني والتي روج لها أعلام جماعة الإخوان الإرهابية في الإسكندرية. يعني على ماذا تبني سيد صلاح جماعة الإرهابية، أو على ماذا تستند أصلا في أكاذيبها؟ الجماعة تستند إلى أكاذيبها إلى أفعال حدثت في الواقع حول تزييفها لتحقيق مآرب أخرى من وراء مثل هذه الحوادث الفردية. يعني إما أن تطلق الشائعات واختلاق حوادث واختلاق أحداث معينة للبناء عليها، أو تستغل حدث بالفعل ومحاولة إيهام الجمهور بأن هذا الحدث وقع واستخدامه لتزييف الوعي وتزييف الوعي العام لاستخدامه كما حدث في حوادث الإسكندرية. كما أعلنت وزارة الداخلية أن هذه الحوادث فردية، وأن اختفاء هؤلاء الفتيات كان بمحض إرادتهن لأسباب خاصة بهن. فالجماعة الإرهابية تحاول دائما إما أن تستحدث حدث وتحاول البناء عليه، أو تستغل مثل هذه الأحداث، ولها يعني العديد من المواقف والأحداث التي حاولت تزييف هذه الحوادث ومحاولة اختلاق أفاعيل ومحاولة اختلاق يعني أحداث والبناء عليها لإيهام الرأي العام بأن هذه الحوادث وقعت بسبب كما أشرت أنه سرقة أعضاء بشرية، أو محاولة الإيهام بغير الحقيقة للإيهام للرأي العام ومحاولة تزييف هذه الحقائق للوصول إلى غايتها، وهو بالفعل ما اكتشف الجمهور العادي بأنها يعني دأبت على مثل هذه الأفعال بشكل أو بآخر خلال المرحلة الماضية، وأصبح معلوما لدى الكافة أن هذه من الأفعال التي تقدم عليها هذه الجماعة لتحقيق هذه الأغراض الشيطانية. طيب، ولكن كيف يمكن يعني الرهان حتى اليوم من قبل هذا التنظيم على نجاحه فيما يحاول بثه من شائعات، يعني خاصة كما ذكرت سيد صلاح بأنه الداخل المصري أصبح بالفعل واعيا لكل هذه الشائعات وهذه الأكاذيب وما يصدر عن جماعة الإخوان الإرهابية على مدار السنوات الفائتة؟ يعني أثبت أنه لا يوجد حتى لو خطوة واحدة بالفعل نجحت فيها هذه الجماعة الإخوانية أو الإرهابية. هو على الإعلام أن يركز على الإيجابيات، يعني علينا نحن كإعلاميين أن نقوم بالتركيز على الإيجابيات وليس فقط صد هذه المحاولات المشبوهة التي باتت معروفة للجميع. يعني مسألة هذه الاستخدامات الخاطئة للإعلام وتوظيف الإعلام لتحقيق مآرب أخرى أصبحت معلومة حتى لغير المتخصصين، للجمهور العادي أصبح معلوما. فعلينا نحن كصحفيين وإعلاميين أن نقوم بنشر الحقائق و توجيه الرأي العام بأن هذه الألاعيب أصبحت الآن وإن كانت مكشوفة، لكن أن نركز على الإيجابيات ونحاول توصيل هذه الإيجابيات للرأي العام. يعني مسألة خطف الفتيات والإيحاء بغير الحقائق، يعني مسألة أصبحت ممقوتة، يعني مسألة اللعب على أوتار يعني أهالي هؤلاء ومحاولة الإيهام بغير الحقيقة أصبح مألوفا، وأصبح من يعني النقائص التي تقوم بها مثل هذه التنظيمات الإرهابية. فعلينا نحن والجمهور العادي عليه أيضا أن يركز في هذه الأساليب وأن يقوم بضحضها بنفسه. يعني مسألة أنه أننا يعني أصدق مثل هذه الأشكال من الدعاية يعني الإعلامية من هذه الجماعات أصبحت، يعني علينا نحن كجمهور أو كإعلاميين أن نركز على الإيجابيات وعدم تصديق مثل هذه الشائعات. هذا ما يقوم به بالفعل يعني الإعلام المصري. سيد صلاح المغاوري، مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، أشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات.